انا ابو هليل يمكن يمشي. لا ما هو بحاصل، ما عاد هو على كيفه هالحين، هذاك اول تركي هالحين ما عاد هو على كيفه، الاستراحه ونعرفها وخلصنا ما عاد فيها. الامير فهد بن ابو سعود خلوا معي على الخط. ابو سعود مساك الله بالخير. هلا الله يستر ويستيك بالخير ابو هليل، انا بشنا عنك خلها بيننا بخير الله يحييك. اقول لك الله يحفظك. انا لا والله خلي اللي عندك ان شاء الله قريب، انا بقابلك بكره ولا بعده، ما ودي اطلع على الهواء شيء، بس اشتكي لك على وجود. سامع علمني يا اخوي، اللقاء السابق جايب للشباب طرطه، واظن شايف في احد الصور حقتي مع النياد، عوض جاب لي قبل جايب لي مفطحات قبل هذا. يا اخي احنا ترى شباب لسه، ها نبي نعيش دنيا بوجود، جبنا ولد طرطه والله فشلنا رئيس التحرير. انا قايل لك يا عايز بس ما يسمع. يا ابوي شباب لسه نبغى نشوف دنيا يا ابو وجود. الله يحييك يا ابو هليل، عقب هذه انا ما عاد عندي كلام اقول، اكديت فيهم خله. الله يكرمك ابو سعود. ترى ابو سعود ابو هليل اليوم بيتعلم من الناس اللي يعني ماشيهم مثل ابو سعود، مثل رمزنا اليوم، الاخلاق الحميده هذه قاعدين نتعلمها منكم يا ابو سعود، انتم اهل للوفاء يا ابو سعود. والله انت اللي اضفت لنا شيء كثير يا ابو هليل، وتستاهل كل خير، وما زلنا نطمح باكثر باذن الله بوجودك، وجود ادارتك، ووجود الامير خالد على رؤوسهم كلها. الله يعزك ابو سعود، الله يحفظك. الامير فهد بن خالد رئيس مجلس اداره النادي الاهلي السابق، شكرا جزيلا لك.